السلام عليكم معلمة تشرين، ما أجمل العمل. خرج خالد إلى حقل قريب من بيته فرأى فلاحا يمسك بمحراثه ويعمل بجد ونشاط. اقترب منه وراح يتأمله، ثم سلم عليه وسأله: ألم تتعب يا عماه من هذا العمل؟ ابتسم الفلاح وأخذ بيد خالد وجلس في ظل شجرة وقال: يا بني، انظر إلى تلك العصافير تغدو وتروح مشغولة ببناء أعشاشها والبحث عن طعام تأكله وتطعم منه فراخها، وانظر إلى هذه النملات تذهب وتجيء، وكل نملة تحمل القوت إلى مسكنها كي تغزنوي لأيام الشتاء، وانظر إلى تلك النحلة تتنقل بين الأزهار كي تمتص رحيقها لتصنع منه عسلا طيبا. فنحن يا بني يجب ألا نكون أقل من هذه الكائنات عملا ونشاطا، فمن جد وجد ومن زرع حصد. والإسلام حثنا على العمل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. خالد: حقا يا عمي، فما أجمل العمل. سأحرص إن شاء الله على أن أكون في المستقبل عملا ونشاطا عاملا نافعا لديني ووطني. مع السلامة معلمة شيرين.